كان الاتفاق مع عطوفة الدكتور طلال أن يكون هذا اللقاء حواريا وأن يفتح الحوار للجمهور، وقد ارتأينا أن يكون هناك اثنان يحاورانه في بعض القضايا السياسية والاقتصادية، ثم بعد ذلك نفتح لكم باب الحوار على ألا يطول أكثر من ساعة. واسمحوا لي الآن أن أتقدم من عطوفته بكل الشكر والتقدير لتلبيته طلبنا في هذه المحاضرة. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بكم جميعا بالنيابة عن الهيئة الإدارية واللجنة الثقافية للنادي الأرثوذكسي. هذا المساء العابق بشدى العلم والفكر ليس تقديم طلال أبو غزالة أو التعريف به بالمهمة السهلة، فهو المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وهي مجموعة شركات عالمية تقدم الخدمات المهنية في مجال المحاسبة والاستشارات الإدارية والقانونية ونقل المعلومات والتوظيف والتعليم والترجمة والنشر والتدريب. وهذه الشركات منتشرة في أكثر من 100 دولة في العالم. وطلال أبو غزالة هو الذي رفع اسم الأردن وفلسطين في المحافل الدولية بتأسيسه شركات وثيقة الصلة بالمنظمات الدولية، ولقيمته العلمية والفكرية عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون سنة 2007 نائباً لرئيس الاتفاق العالمي، ثم رئيساً للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، وهو الاقتصادي الذي صدقت نبوءاته حول الاقتصاد الأردني والعالمي. على الرغم من اعتزاز طلال أبو غزالة بانتمائه للأردن وفلسطين، فهو مواطن عالمي قرع اسمه أسماع العالم بإنجازاته وابتكاراته ومشاريع حماية الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، مما جعله مادة دسمة لأجهزة الإعلام ومحطات التلفزة العربية والعالمية التي تتسابق لإجراء مقابلات معه والأخذ برأيه. يرأس طلال أبو غزالة عدداً كبيراً من المؤسسات الفكرية والمالية والاجتماعية في الأردن ودول العالم، ولقيمته العلمية والفكرية كرمته كثير من الجامعات الأردنية والأجنبية بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية اعترافاً بعلمه وعمله، كما منح عدداً من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية تقديراً لإنجازاته ومشاريعه. عرف طلال أبو غزالة بتنبؤاته الاقتصادية والعسكرية المثيرة للجدل، فهو يرى أن العام القادم سيشهد أزمة اقتصادية عالمية أسوأ من أزمة 2008، ستؤدي إلى إفلاس عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى دول كثيرة، كما يرى أن الحرب العالمية الثالثة على الأبواب، وقد هوجم أخيراً عندما دعا إلى تقليص إجازات الموظفين وهو يعلم أن الموظف لا يعمل أكثر من ثلث ساعة، ومع ذلك قامت الدنيا عليه ولم تقص. وبعد نفخر نحن في النادي الأرثوذكسي أن نكون ضيوفاً على مائدة الدكتور طلال، نتزود منها العلم والفكرة والمعرفة والتواضع، فأهلاً وسهلاً بك في هذا الصرح العروبي الذي يزهو بك ويرتقي بحضورك هذا المساء.
الإخوان حاب تبدأ هيك بعض الأمور راح طيب تفضل دكتور تفضل أقدم نفسي بإيجاز لمن لا يعرفني أستاذ الهندسة الجيوتقنية في الجامعة الأردنية يوسف مسنات دكتور يوسف مسنات ومن المؤسسين الأوائل لأول كلية هندسة في الأردن حالياً متقاعد نظرياً وغير متقاعد أنا معترض بتعريف الدكتور طلال عملياً تطرق الدكتور سمير قطامي في تقديمته للدكتور طلال عن تنبؤه بأزمة مالية في العام 2020 قد تكون أشد ضراوة من أزمة 2008 وأن 5 دول أوروبية معرضة للإفلاس الطبيب عندما يمرض من يعالج المرضى؟ عندما يمرض اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد عالمي سيؤدي هذا المرض إلى خلل باقتصاديات دول عديدة وخصوصاً بعض الدول التي تعتمد على مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية مثل الأردن وبالتالي أريد أن أطرح بعض الأفكار والتساؤلات ولا أريد إجابة من الدكتور طلال عن كل سؤال لأن هذه الأسئلة مترابطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا سؤالي ما هو تأثير الأزمة المالية المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاديات الدول النامية وبشكل خاص على اقتصاديات الدول العربية والأردن بشكل خاص وخصوصاً أننا نتذكر الانهيار الكبير في سوق عمان المالية في عام 2008 وسؤالي هو ما هي الأسباب الحقيقية لمثل هذه الأزمات المالية؟ هل هو خلل في أخلاقيات المتعاملين بالشأن الاقتصادي والمالي أم أنه يعود إلى وجود ثغرات بالتشريعات لا تمكن المؤسسات الرقابية من إحكام الإشراف والضبط للمؤسسات المالية وبالتالي تنفلت البنوك والمؤسسات المالية بإجراءات وأفعال تؤثر على الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديات المؤسسات الصغيرة ثم مثل أشجار الدومينو تؤثر على اقتصاديات شركات ومؤسسات أكبر في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة الأمريكية مثل جار الدومينو الأمر الثاني نتساءل في كثير من الأحيان هل بعض كبار الاقتصاديين والماليين في الولايات المتحدة الأمريكية يفتعلون مثل هذه الأزمات لامتصاص الفوائض المالية لبعض الدول كالصين واليابان ودول الخليج على سبيل المثال كما حصل في عام 2008 حيث خسرت دول الخليج وبعض الدول الأخرى مئات المليارات من الدولارات وكل هذه الدولارات بقيت في الولايات المتحدة الأمريكية أين ذهبت هذه الأموال؟ هذا سؤال يخطر على بالي كل إنسان السؤال الثالث لاحظنا في 6 أشهر الأخيرة تدني متوالي بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سيمكن المقترضين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي تجنب هذه المؤسسات المالية التعثر والإفلاس
بعكس ما كان يحصل في عام 2008، كانت الفوائد عالية، واللي اشتروا العقارات والأراضي وغيره ما عادوا قادرين على السداد والوفاء، مما أدى إلى إفلاس وتعثر البنوك والمؤسسات المالية. خلص دكتور. السؤال الأخير وهو الأخير. خلص. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتواء الصين عسكرياً واقتصادياً. سؤالي، كيف يرى الدكتور طلال، هل بإمكان الولايات المتحدة إبطاء النمو في الصين كما يحصل حالياً، وإجهاض طريق الحرير الذي تسعى إليه الصين لربط اقتصادياتها مع الدول الآسيوية والأوروبية ودول الإفريقية وأمريكا اللاتينية؟ هذه مجموعة الأسئلة تبعي، واعتقادي أنها مترابطة مع بعضها البعض. شكراً. وشكراً. تفضل سيدنا. مساء الخير. تفضل. إذا صوتي مسموع؟ لا، بالمايك. أنا سعيد جداً بأن أكون في هذا اللقاء، وأنا قلت حوار لأني بحب أسمع منكم أكثر من أن أخاطبكم، ولكن بداية كل مرة بدي أعيد أني كلمة الأرثوذكسي تعني الكثير لي. أنا درست في يافا في المدرسة الأرثوذكسية، واضطريت أن أتخرج منها عمري 10 سنين عندما أصبحت لاجئا، بس دراسة الطفولة كانت في الأرثوذكسية، وكانت تجربة مفيدة جدا، يعني حتى وأنا في طفل صار عندي يوم من الأيام كان الأحد، ليش ما بتيجي المدرس الأحد؟ قال الأحد عطلة. شو بتعملي بالعطلة؟ قالت لي بروح على الكنيسة. قلت لها بقدر أنا أروح على الكنيسة؟ قالت لي طبعا. قلت لها بدي أروح على الكنيسة معك. قال بس أنت بتكون بالصف بالمدرسة. قلت لها بأخذ إذن، أنا حابب أشوف الكنيسة. فكانت أول تجاربي في التعرف على الثقافة المسيحية اللي تعلمت الكثير منها، وأول ما تعلمت الحب. أنا إنسان يؤمن بقوة الحب، من يريد أن تحب الناس عليه أن يحب الناس. واحد بقول لك أنا ما حد يطايقني ولا حد بيحبني لأنك أنت تستاهل تكون هيك. ما في واحد مخلوق ليكون حزين ولا تعيس ولا فاشل، هو يقرر. هذا الثاني رأي لي، أن الإنسان يقرر أن يكون سعيداً، أن يقرر أن يكون ناجحاً، أن يكون محبوباً. وأنا دائماً بقول أن تكون محبوباً أفضل كثيراً من أن تكون عظيماً أو مهماً. ما في أحلى من الناس تحبك وما إلها قيمة المنصب أو الوجاهة مقابل محبة الناس. ومدي أبدأ بالاعتراض على كلمة متقاعد. أنا استفزني الكلام. أنا أقول أن هذه كلمة غلط باللغة العربية، غير موجودة. ليس هنالك أصل لكلمة متقاعد. يتمقعد كيف يعني؟ صرفوا لي إياها. متقاعد. هي متقاعدة. يعني موت وأنت قاعد. ولا يجوز أبداً أن نقول عن أحد أو أحد يقول عن نفسه أني متقاعد. أنا الآن انتقلت من مهام أو من عمل إلى عمل آخر. وفي أيام التقاعد أنا بعتبر حالي متقاعد، لأني كنت أشتغل بشركة بعدين أسست شركتي. فأنا متقاعد، إذا بمعنى المتقاعد، لأني بشتغل اليوم أكثر ما كنت أشتغل لما كنت موظف. فأرجوكم يعني في بعض التعابير تؤثر في نفسية الإنسان، إنه يقول أنا متقاعد. ما في شيء اسمه متقاعد. في مرحلة تنتهي تبدأ مرحلة أخرى. فما هي مراحل في الحياة. موضوع الأزمة التي صارت سنة 2008 لم تكن أزمة اقتصادية. يعني بدنا نميز. يعني أنا متأسف حتى بعض المسؤولين في الحكومة عندما يتكلموا لا يميزوا بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية. صحيح.
الأزمة في سوق المال لا علاقة لها بالاقتصاد. إذا جلست في البورصة وتداولت 100 مليار أثرها على الاقتصاد صفر. إحنا بنسمي هذا السوق السوق الموازي أو السوق الفيرتشوال الغير حقيقي. ليس سوق المال ليس هو الاقتصاد. ولذلك نجد أنه في أزمة 2008 ولا محل فلس ولا محل سكر ولا محل تأثر في كل المنطقة وفي العالم. وأنا تكلمت وقتها أزمة عندما بدأت الأزمة وكنت في دبي وعملت تصريح طويل في إحدى الصحف صحيفة الخليج. قلت لما بتلاقي بنشرجي أو بياع آيس كريم أو خياط سكر محله تعال قل لي ساعتها بقول لك في أزمة اقتصادية. ليس هناك أزمة اقتصادية. أمريكا أيضا بدي أصحح لم تعد أكبر اقتصاد بالعالم باعتراف من الفورتشن ماجازين. الفورتشن قالت وصل الاقتصاد الصيني إلى الباريتي مع الاقتصاد الأمريكي. أصبح هنالك اقتصادان الأعظم في العالم. وإحنا لسه بنضل نفكر بأن العالم كله أمريكا. أمريكا ليست كل العالم، وأمريكا ليست القوة الأعظم في العالم بكثير من المعايير. وأول معيار عندي هو تقنية المعلومات والابتكار والاختراع. تفوقت الصين. إحنا يمكن أشياء أسلوب الصين في العمل، وأنا بالمناسبة يعني تربطني مع الصين ومع أمريكا طبعاً أكثر من الصين علاقة عمل وعلاقة على كل المستويات. بس الصين أسلوبها يختلف عن أمريكا في إظهار صورتها وفي وأسلوب عملها. يعني ما حدا بيعرف إلا القليلين أن الصين أنتجت إنترنت أفضل من الإنترنت الأمريكي هواوي، وجاهز لأي وقت ليطلق ليحل محل الإنترنت الأمريكي. قليلين اللي بيعرفوا أن كل اختراع موجود من كل الأنواع. الصين تخطط من فترة طويلة لكي تصبح قوة قادرة أن لا تخضع للهيمنة الأمريكية. فإذا نحن نتكلم عن عالم متغير، متغير جدا وبقوة وبسرعة. لما بنحكي إنه في أزمة جاية على العالم وعلى الأردن، يعني مش محتاج أقول إنه في عنا أزمة. نمشي بالشارع وشوف لي العقارات اللي كلها فرش ديلوكس وفرش ممتازة، شقق للبيع، مباني للبيع، ما دكاكين سكرت إلى آخره. هاي أزمة. نحن نمر العالم كله يمر بما يسمى ريسيشن. الآن لم تبدأ الأزمة، هي مجرد انكماش في الاقتصاد. كساد لسه ما وصلناش للكساد. سنصل إلى ما يسمى كساد وإنفليشن، يعني ستاغفليشن، ستاغنيشن أند إنفليشن هذا السنة الجاي. هذا شيء مؤسف ومؤلم أن يحصل. إحنا نتكلم عن اقتصاد العالم مهدد لأسباب كثيرة. ليش هيك احنا الدنيا؟ أول سبب إنه أمريكا لا تقبل بأن تصبح الصين هي القوة العظمى في العالم. وطبيعي أنا لو إني أمريكا ما بقبل إنه أترك الصين تأخذ قيادة العالم مني. إنما هذا ليس انتقاد وإنما هو تفسير للأوضاع. أمريكا لا ترى الأردن، السعودية، مصر، اليابان كله مش مهم. أمريكا لا ترى في الدنيا إلا الصين. وزير دفاع اسمه شانيان قبل وزير الدفاع الأمريكي الأخير قال، وهذا وزير دفاع، قال أمريكا has three priorities. وزير دفاع مش وزير سياحة. China, China, China. ما عندها هم أمريكا في الدنيا إلا الصين، حتى نكون إحنا واقعيين وعارفين حساباتنا. يعني المعايير كلها لا إيران
واخر دوله حتضربها امريكا ايران وتذكروا كلامي. كل يوم بطلع باخبار انه اليوم جاي الضربه. ما فيش سبب لتضرب ايران اطلاقا. هي مستفيده. يعني ما في مبرر، وايران وجودها مفيد، وبالتالي هذا موضوع للتهويل. المشكله هي الصين. انا سنه ال 85 كثير منكم ما كانوش مولودين. حضرت ندوه في ناشونال ساينس اكاديمي في واشنطن. مركز دراسات. وبالصدفة كنت الوحيد اللي مش أمريكي، مش بس مش عربي. ودعيت لأنه في عندي مؤسسة دراسات في أمريكا. كان البحث عنوان الاجتماع لخمسة أيام. أين ستكون أمريكا عام 2020؟ سنة 85. ثلاث نتائج. النتيجة الأولى الصين ستكون الاقتصاد الأقوى في العالم. الصين أصبحت أكبر تاجر من خمس سنين، أكبر تاجر يعني. وأنا كنت مرة بحكي مع أحد الوزراء الصينيين، قلت له يعني قديش طموحكم تسيطروا على 50% من تجارة العالم؟ قال لي لا 70%. إحنا أيام طريق الحرير كانت حصتنا 70%. أصبحت الصين هي رقم واحد التاجر في الدنيا، أكبر دولة تجارية في العالم. الآن أصبحت متساوية اقتصاديا بحجم الاقتصاد. دراسات تقول أنه في عام 30 سيصبح الاقتصاد الصيني ضعف الاقتصاد الأمريكي. وما تستغربوا، أما إحنا الآن نسمع أنه خصوصا من الإعلام الغربي بقول لك انه انكمش النمو الصيني ليصبح 6%. في دولة في الدنيا عندها 6% نمو؟ في دولة في امريكا عندها 1.5. اوروبا كل دولها تحت الصفر، نمو سلبي. لما انت يكون نموك 1% وانا عم بنمو بست اضعافك، يجب ان نرى ان هنالك مشكلة الاقتصاد. فإذا في رأي ناشونال ساينس أكاديمي أن اقتصاد العالم سيكون أقوى فيه أمريكا. رقم اثنين، الدولة ذات الاقتصاد الأهم والأكبر هي الدولة الأهم فول ستوب، سياسيا وعسكريا وبكل المعايير. لم يعد هنالك أهمية لأي قوة إلا لقوة الاقتصاد. وثبتت التجربة بالاتحاد السوفيتي لما كان أعلى قوة عسكرية ولكنه انهار لأنه لم يكن قوة اقتصادية. النتيجة الثالثة، على أمريكا أن تفعل كل ما يمكن لمنع حصول ذلك، منع حصول أن الصين تصبح أقوى. هذا سنة 85. فإذا أسباب الدولة، أسباب المطلوب معالجتها، كيف تحافظ أمريكا على مكانتها في قيادة العالم. الصين ترفض أن تتكلم مع أمريكا، وكل اللي بنشوفه وبنسمعه بالأخبار من سانكشنز ورفض فرض ضرائب وعقوبات ومنع استيراد وإلى آخره، كله فقط استفزاز للصين لكي تجلس مع أمريكا. الهدف من الجلوس هو التوصل إلى نظام عالمي جديد. أمريكا تعتقد بأن النظام الذي وضع عام 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم يعد صالحا. ويمكن جملة واحدة أنا بتلفت نظري تأكد هالكلام، مع أنه وقالها في عدة مرات، أنه نحتاج إلى نظام جديد وتصرفاته كلها تدل على ذلك. يعني كل السانكشنز اللي عملها هي ضد أنظمة المنظمة العالمية للتجارة، ما في قرار أخذه إلا مخالف للأنظمة الدولية. ولكن مهم أنه قال، وأنا يمكن حدا تبعني قلت أنه المشكلة أنه إذا أمريكا تريد أن تطالب بتعويضات من الصين عن حقوق الملكية الفكرية، الموضوع أصعب موضوع في المفاوضات. وأظن أن ذلك أنا قلت ومعلن
في بالإعلام، وأنا أظن أن هذا السبب الرئيسي لرفض الصين أن تجلس مع أمريكا، لأنه سيطلب تريليونات تعويضا، تريليونات. تشاء الظروف أنه من أسبوع يعلن ترامب أن أمريكا أن الصين سرقت حقوق ملكيتنا بالتريليونات. We've been stolen in trillions of dollars. تريليونات يعني ألف الآلاف المليارات. فإذا هنالك موضوع كبير جدا، لأن النظرة حسب قوانين الملكية الفكرية في العالم، إذا أنا اخترعت مايكروفون، اخترعت الميكروفون أول من حمل الميكروفون وجئت جنابك وطورت مايكروفون أحسن منه، أنت سرقت حقوقي ويجب تدفع. مش في فترة زمنية 15 سنة بعدها بصير فري؟ الباتنتس 20 سنة. 20 سنة في مجال الباتنتس. نعم. ولكن النظام العالمي يقول أن كل حتى قبل 20 سنة أي تطوير وتحديث فيه فائدة، إذا هذا التعريف، أي تحديث فيه فائدة هو اختراع جديد. ترامب بيقول ابدا هذا الكلام، مع انه كانت امريكا هو الرئيس الدولي الرئيسي في صياغه هذا النظام. ترامب بيقول لا، اذا انا اخترعت شيء بضل هذا الاختراع ملكي انا للابد للابد، انت بتطور عليه بدك تدفع لي رسوم. هذه مشكله كبيره كثير، ويصعب التخيل انها ستحل. وانا اعتقد ان انا اعرف اولا أن أمريكا حاولت كثيراً أن تجلس مع الصين، فالصين تشعر أنه ما في طريقة أنه تجلس مع أمريكا، تجلس مع الصين إلا بأن تستفزها في حرب. الحرب اللي بدها تصير العالمية الثالثة، يعني حقيقة صار وقت، يعني إحنا آخر حرب كانت سنة 48، زمان ما حدا منا كان موجود، يعني بيستاهل انه نشوف حرب جديده. بيستاهل يعني ليش؟ بعدين ما تزعلوا من الحرب، مين قال انه الحرب مش منيحه؟ بتحرك الاقتصاد، تحرك. احنا بننسى انه في العالم هنالك اغنياء حرب. ايوه صح. وبننسى ان دول صارت عظمى نتيجه الحرب. احنا على فكره لانه الدول، كل الدول والمسؤولين والقطاع العام والخاص بيسألونا، طيب إذا هيك بتقول شو نعمل؟ إحنا الآن الأسبوع القادم سنصدر تقرير دراسة فيها بعض الإجراءات الممكن اتخاذها في حالة الأزمة، كل دولة وكل شخص حسب ما يناسب ظروفه للاستفادة من الأزمة. وأنا أقول أن الأزمة هي فرصة، فما ننظر للأزمة أنه هي فقط كارثة، أو الحرب هي كارثة، هي كارثة، ولكن في الجانب الآخر فيها مستفيد. دائماً هنالك خاسر ورابح. هل تستطيع أمريكا أن تحتوي الصين؟ ما في حدا بيقدر يحتوي الصين إلا ربنا. انتهى الموضوع. الصين الآن أصبحت بكل المعايير دولة لا يمكن لأحد أن يتعدى عليها أو أن يهيمن عليها. تهل. بكل بساطة الموضوع ليس فقط اقتصادا وليس فقط قوة عسكرية. الصين خططت واشتغلت بصمت، أمريكا درست وعرفت ولكنها لم تشتغل. يعني قالوا انه ما لازم نمنع هذا ان يحصل من 85 لليوم. طب والله يا سيدي كيف تتوقع عندما تضع مصانعك، مصانع ابل ومصانع بوينغ في الصين، انت بتيجي بتصنع ابل وكل منتجات ابل وكل طائرات بوينغ في الصين، طب مش في عمال راح يتدربوا عليها؟ مش في مهندسين عم بيشتغلوا فيها؟ مش في مخترعين راح ياخذوها ويخترعوا يطوروها؟ يعني انت قدمت لي اقتصادك وتكنولوجيتك، وهذا ينطبق على العديد من الشركات.
أمريكا الآن في مأزق فيما يخص مثلاً أبل. عندما صرح مرة الرئيس ترامب أنه بده ينقل أبل إلى أمريكا، راحوا باسوا إيديه قالوا له تحكيش بهالموضوع، لأنه إذا نقلت تفلس وتجر على الأقل 300 شركة سماحية كبرى معها، يعني كارثة. بطل يحكي بالموضوع، بطل يحكي تهيئ، مش وارد. شو بالصين في 240 ألف عامل صيني يشتغلوا في أبل، 240 ألف عامل مدينة، هي مدينة، هي فعلا مدينة، المنطقة المصنع دي مصنع أبل، وعاملين لهم مساكن وخدمات ومطاعم وكل شيء. احنا انتهينا من موضوع انه تسيطر. هلا كل ما تطلبه امريكا مش انه تحتوي الصين، انها تنشئ مع الصين حلف ثنائي يقود العالم، كما كان الوضع مع الاتحاد السوفيتي. الهدف هو ان يصل، وانا هذا الكلام سمعته رسميا، الهدف هو ان يصل العالم الى حكم جي 2، دولتين. وهذولا عندما يجلسوا على الطاولة، وسيجلسوا لأن الحرب مش لا الصين تريد احتلال أمريكا ولا أمريكا تستطيع احتلال الصين، كل الهدف إنه بستفزك لنقعد، يمكن نضرب لنا كم صاروخ، نسقط طيارات، نسقط بواخر، نمنعها من إيصال النفط للصين، وهذا الشيء الأهم. وهون دور إيران، أن لا يجوز لإيران أن تزود الصين بالنفط. فإذا بدنا نخنق الصين، بنسكر بحر الصين ونمنع بواخر النفط أن تصل إلى الصين، ساعتها بده يصير احتكاك، لأنه لن أسمح لك بأن تخنقني. المقصود من الكلام أن الهدف هو أن نضع نظام عالمي جديد سيغير أنظمة التجارة العالمية، ويغير أنظمة البنك الدولي والعملة الدولار وسيطرة الدولار على النظام المالي العالمي تماماً، كما حصل سنة 48. نتذكر من 48 استرليني كان العملة الرئيسية في العالم، وتنازلت بريطانيا عن استرليني لأمريكا، وأصبح الدولار هو العملة الوحيدة. فإذا نحن نتكلم عن تغييرات جذرية. بعدها خلينا شوي نفرفش، بعد هذه الأزمة وبعد هذه الحرب ستبدأ عملية ازدهار، وهذا الازدهار سيحصل في هذه المنطقة. ليش؟ 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 لأولادك، لأولادك. لا، سنين، سنين قليلة، يعني سنوات. لا لا لا، على أيامك، مش أيامك، أيامك. فالمقصود أن ليش إحنا منطقتنا؟ لأن عادة إذا بتتذكروا المارشال بلان، سينشأ مارشال بلان للمنطقة مثل المارشال بلان اللي كانت لأوروبا، ودمرت أوروبا في الحرب العالمية، وجاء المارشال بلان وأنتجت أوروبا الحديثة، وأصبحت دول أوروبا من أهم الدول الاقتصادية، ومنها ألمانيا أحد الدول الخمسة الكبرى في الاقتصاد في العالم. هنا المنطقة أكثر منطقة دمرت، وأكثر من أوروبا، يعني ما صار في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، وفي هذا الدمار يحتاج إلى إعمار، والإعمار هذا في فلوس، والفلوس من المنطقة، يعني المنطقة هذه ندمرها بفلوس، دمرات ونبنيها بفلوس. فإحنا يجب أن ندرك أننا أمام ازدهار قادم إن شاء الله في هذه الفترة. بيعتمد علينا كيف نتصرف وكيف نحافظ على وضعنا وعلى إمكاناتنا. إحنا أمام مرحلة تاريخية، العالم عاش فترة من الأمان، الفترة الأخيرة، وليست أيام ترامب. على فكرة لما بنقول الرئيس ترامب، الرئيس ترامب ما بياخد قرارات،
هو أسلوبه في الاستعراضي، أسلوبه في الكتابة والحديث هو المختلف. أما أنا كنت كان تربطني صداقة مع أحد رؤساء جمهورية أمريكا جيمي كارتر، وبأثناء رئاسته كنت على تواصل مستمر معه، رجل مؤمن متدين عنده ضمير ومحترم. تعشيت معه بعد أن لم يعد رئيسا في مطعم في باريس بالفور سيزون كان اسمه في باريس سان جورج. تحدثنا، بقول له بدي أسألك سؤال، هلا أنت بطلت رئيس، كيف سمح لك ضميرك، وأنا بعرف أنك صاحب ضمير، وإيمانك، وأنا بعرف أنك رجل مؤمن، أن تتخذ قرارات ومواقف لا تتفق مع الضمير ولا مع الإيمان؟ فأتذكر تماماً زوجته قالت لي اسمع شو راح يقول لك. قال لي عندي أقول لك شيء، وريت أنك تبلغ كل من تستطيع هذا الكلام. الرئيس الأمريكي هو موظف عند الشعب الأمريكي، هو أعلى موظف، يقبض راتبه من الامبلوير تبعه، وعليه أن يؤدي ما يطلبه منه الامبلوير. والشعب الأمريكي بيقول لي شو بده من خلال الكونغرس ومن خلال المؤسسات اللي بنسميها الاستابليشمنت. تدرس هذه الأمور كل الجهات ذات العلاقة، المخابرات، الدراسات، مراكز الأبحاث، الوزارات، الجامعة، يعني هنالك جهات تدرس الأمور. ويأتيني ملف على طاولتي بيقول أن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي هذا القرار، مش ضروري أقرأه لأنه بدي أوقع، هذا أمر لي من الموظف لي، من الامبلوير تبعي. وأما رأيي فهذا موضوع بيني وبين ربي، ما أنا مش موجود هون لأدير الأمور على كيفي، أنا موظف. الله يجي رئيس الشركة بقول لك أنا بدي أعمل لك يا أخي، بتقول له غلط، بقول لك أنت فلوسك، أنا صاحب المال وهكذا. وأمريكا قال لي ليس لها قلب ولا عاطفة ولا ضمير. أمريكا مش بني آدم يحس ولا عندها إحساس، هي مجموعة مؤسسات تشتغل وتعمل بأمر معين. فيجب أن يدرك العالم إنه هذا هو الوضع الموجود في أمريكا. أنا طولت، شكرا سيدي، مع أني ما كنت أطول بس استفزتني. شكرا، خلينا نشفت على المجال لسيد شفيق لينو نتحدث أو نسأل من ناحية مالية. تفضل. شكرا. أنا راح أخذ محل توقفت وأخذ من ناحية محلية إذا سمحت لي، وحتى من محل توقف الدكتور، هي تصريحاتكم الأخيرة كانت بالنسبة للموظفين تقليص الإجازات، كانت التصريحات اقتصادية علمية اقتصادية واقعية من رجل أعمال بس على مصلحة الوطن. كانت ردة الفعل تحكي عن العطل بس أنا بخصوص الناحية الاقتصادية، إنه دلت على نوع من الفراغ، نوع من الجاب بين التفكير الاقتصادي البحت والتفكير الشعبي اللي بده رضا المواطنين، القرار الشعبي اللي هو في زيادة الإجازات وزيادة الأطر، مع أنه أثره سلبي على الموظفين. هذا إذا بدل على نوع من الفجوة بين التفكير الاقتصادي والتفكير الحكومي، نقدر نقول تفكير الناس طبعاً، تفكير الموظفين إنه بده إجازات أكثر، بس هذه الفجوة بدل قد تنعكس على سياسات البلد. وفي ظل اللي حضرتك تفضلت فيه، الاقتصاد العالمي وقرب وجود أزمة اقتصادية، وجود أزمة اقتصادية قرب وجود ركود اقتصادي، هذا النوع من التفكير ما راح يفيدنا كثير في البلد،
خاصة في وضعنا الاقتصادي الموجود حاليا. يعني احنا عم نقترض لتسديد فوائد القروض اللي اخذناها اوريدي. فما بعرف شو رايكم هذه الفجوة اللي موجودة كيف ممكن نقلصها؟ وكيف ممكن نصحح في اقتصاد البلد الحالي عشان يتحضر لما تفضلتوا فيه من أزمة توقع عالية؟ أنا كثير سعيد بهالسؤال. يمكن ما حدا فيكم انسب قد ما انسبيت أنا على التواصل الاجتماعي وبكلام بذيء طبعاً، وتابعتها وبكل سعادة. يعني صدقكم صدقكم الكلام، والله لم أتأثر ولم أزعل، لأنني كنت أشفق على من كان يشتم بدل أن يبحث الموضوع. أنا مش عم بفترض إنه أنا صح، لا أحد يملك الحقيقة، لكن ابدي رأي قلت لي إنه أنا غلطان، بس لما تسبني شو بتكون حقك؟ مع الأسف. بس هذا مش هذا المزعجني. المزعجني لما شاب بحط على موقعه ردا علي: يا سيد طلال أنت شو بخصك؟ أنا بدي آخذ راتب وما بدي أداوم، أنا ما بدي أشتغل أبدا وبدي الدولة تصرف علي، شو بخصك أنت؟ هل هذا يعني أنا احترام في هنالك وزراء يعني أجلهم وأحترمهم، ولكن الحكومات السابقة مارست دلع أكثر من اللازم للشعب. وبقول الكلام وبستأذن من أنهم أكبر مني مقاما وعلما وخبرة، ولكن أنا ببدي رأيي. ثقافة تدريع الشعب بالإجازات، أي دولة بالدنيا تعطي إجازة مشان تعمل إحصاء، إجازة رسمية. طب أنا ما حدا أجي عدني بالبيت، ومين قال إنه لما تعمل إجازة كل واحد حيقعد ببيته ويستناك تجي تعدله؟ يعني شغلة إجازة رسمية للإحصاء، إجازة رسمية بالتلج، التلج اللي بيقدر يوصل لشغله يوصل، اللي ما بيقدر معذور بياخد إجازة أو بنسام أو في أو لوضع النظام. أصلاً بدول أمريكا والدول الأخرى يوم الظروف الطبيعية سيئة تعطل المدارس فقط لأنه أطفال، بس ما بتعطل عندما كل ما تلجت الدنيا. إحنا بدنا نعمل انتخابات بنعملها بيوم عمل، الدنيا كلها الانتخابات بالويكند، حتى نعطل. يعني هذه الثقافة اللي تعود عليها المواطن لم يرضيه كلامي. الدراسات اللي قامت فيها هيئات رسمية تقول أن هنالك 180 يوم عطل في السنة إذا جمعنا كل شيء، يعني الإجازة والويكند وكبر الطبي والمرضية وغيره. 180 يوم نصف السنة، يعني يوم نشتغل يوم نشتغلش. يا جماعة ما بيكفي هيك؟ ما بيكفي إنه يوم وشغل يوم؟ لا، بدك أكتر كمان. اليوم اللي بنشتغل فيه ما بننتج. لا، واحد بقى كتب إنه بالعكس الإجازة أوفر للدولة لأنه بنوفر كهرباء. هو صحيح، هذا صحيح. هذا في ظلم للدولة إنه بنوفر كهرباء والمي والبنزين وكذا. طيب إذا هيك فإذا خلنا نعطل كل السنة، بتصير الميزانية ممتازة. إذا السنة ما كلها ما اشتغلناش بنوفر كل السنة. أنا في موضوع العطل مصر وسأبقى مصر، لأن قضية ثقافة وقضية رسالة. بدي معلش سبني يا ابني، بس فكر في الموضوع. وأنا طرحت موضوع وأصبح موضع نقاش وموضع اهتمام بكفي، ولكن مش رح أوقف. أنا سأظل مصر، وأنا بدي أشيد بموقف الحكومة إنه يوم الهجرة النبوية ما أخذوا عطلة يوم الأحد بدل السبت. ما في قانون بالدنيا ولا بالأديان بقول إذا العطلة. بعدين يوم واحد كتب لي: طب أنت يوم عيد ميلادك ما عطلت؟ طبعا لا ما عطلت. إذا يوم أو عيد ميلاد ابنك، لا ليش لا عطلت؟
الاحتفال يختلف عن العطلة. أنا بعمل احتفال ببيتي المساء إذا في مناسبة أو الظهر أو أي وقت، بس مش معناته لازم ما أشتغلش. يعني الاحتفال ليس هو العطلة، هنا في خلط بين العطلة وبين الاحتفال. إذا أنت بدي أحتفل أنا بشيء ديني احتفل فيه، بس مش معناته يمنعك من العمل والإنتاج. هذا موضوع، موضوع ثقافة وموضوع يجب أن يتغير، وراح أظلني أشتغل فيه آملاً أنه مجلس النواب اللي هو أيضاً طرف في عملية الرشوة للمواطنين، بنزيل عليك الضرائب وبنعطيك عطلة بدالها، يعني تنتهي القضية مع الأسف. نيجي إلى موضوع الإنتاجية. الإنتاجية هي يجب أن تكون هدفنا وليس البحث عن العطل. ما كيف ننتج وكيف ننتج؟ أنا بهالمناسبة مش قادر أمسك نفسي. أنا يوم اللي جاء صندوق النقد الدولي وأجبر الحكومة أن تصدر قانون الضرائب الجد الأخير، وجاء مسؤول البنك الدولي صندوق النقد الدولي السيد مارتن لنناقشه فيه، وكنت وقتها في مجلس الأعيان ولم أعد في مجلس الأعيان، استقلت احتراما للقانون، إنما كنت في مجلس الأعيان. قلنا له الرجل إجا، طبعا رجل بيعرفني لأنه اشتغل عندي، يعني اشتغل عندي، كنت رئيسه في الأمم المتحدة في أحد مسؤولياتي، فكان يعني بيعرف مع مين عم بحكي. قلت له مش كان الأجدى إن كنت أقدم قانون لزيادة الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد بحيث يصبح الوعاء الضريبي كبير وبالتالي بنفس النسبة بتحصل أكثر، بدل أن ترفع النسبة وينكمش الوعاء الاقتصادي وينتج عن ذلك أنك تحصل ضرائب أقل. وهذا اللي حصل. وهذا ما حصل. الآن الحكومة تطلب من صندوق النقد أن يعود لإعادة البحث في القانون، لأن نتيجة هذا القانون أن الإيرادات التي دخلت على الدولة أقل 600 مليون دينار أقل من قبل القانون. صحيح. يعني بدل ما القانون يزيد الضريبة كما كان متوقع. وأنا قلت له يومها، قلت له أنا مستغرب، عملت ما يسمى sensitivity analysis، طلع فيه هيك وهو فاهم إنه أنا بعرف شو عم بحكي. قلت له خليني أشرح شو sensitivity analysis. sensitivity analysis بتقول إنه يجب أن تدرس ما هو أثر كل زيادة، لأنه ليس كل زيادة تعني إنها ستعطيك مدخول أكثر. هل أنا إذا اليوم جعلت تذاكر الطيران الملكية زيادة 100% بزيد دخلها 100%، يمكن بطل حدا يسافر عليها واللي عنده رحلة يلغيها، أو إذا في مجال أخذ طيارة تانية. ليس هنالك علاقة واحدة نتيجة الزيادة، يجب أن يدرس أثر الزيادة من خلال الحساسية. في توصل لنقطة بيقول لك إذا زدت بعد النقطة المردود بيكون سلبي، وهذا شيء معروف في الاقتصاد، لم يصنع لم يعمل. قال أنت 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 احكي مع الحكومة. قلت له إحنا ما بنقدر نحكي مع الحكومة بقضية الاقتصاد. قلت له يا سلام، شو الضرائب عن إيش؟ عن الجن؟ ما هي عن الاقتصاد، وصرت تقدر تجبرهم بقانون ممنوع تجبر، كيف نعمل عملية تنمية في الاقتصاد؟ خطأ، وأنا أسجلها وأتحمل مسؤوليتها، خطأ من كل حكومة في الدنيا أن تعتبر أن توصيات صندوق النقد والبنك الدولي ملزمة، هي منزلة وهي غير قابلة إلا للقبول، لأنها دائما صحيحة ودائما تحقق النتيجة. في منها ما هو كذلك، بس مش كل ما يقول لي البنك الدولي وصندوق النقد والمؤسسات الأخرى، الاي تي سي، كل المؤسسات العالمية، ليس كل ما تقوله هو الأصح والأصلح، ليس. ويجب أن
ننسى. أنا بس نقطة، لأنه حكينا عن موضوع الدين، الدين في زيادة وسيزيد أكثر. إحنا تخطينا الآن، وصلنا 100 حسب ما سمحت، 100% من الناتج القومي. قد أكون مخطئ. يقولوا 94 اليوم. أحد الخبراء اليوم قال لي إنه وصل إلى 100. شخص يعني قد أكون. لا صحيح. لذلك أنا قلت كما سمعت، أنا مش متأكد. المهم أن الاتحاد الأوروبي بيعتبر أن كل رقم فوق 60% هو خطر. أمريكا 110%. بس ما حدا يقول لي أمريكا بتطلع دولار. أمريكا بتطلع ورق. ما عندها مشكلة الدين، لأنه الدين المطبعة شغالة. فمش معيار. يعني بعض الناس بسمع بقول لك يا أخي طب معي أمريكا 110. أنت مش أمريكا، ما أنت مش حامل الدولار، أنت مش البنوك اللي مسيطر عليها في العالم. الوضع يختلف. نحن نعم في، وأنا متأسف إني بسمع يعني تصريح من مسؤولين في الحكومة حاليا أو في الدولة بقول لك ما في قلق على الأردن لأنه الدينار ثابت قوي. قوي الدينار. شو دخل الدينار بالاقتصاد؟ ما عمري فهمت أنا هالكلام. في شيء اسمه فيسكال وفاينانشال وإيكونوميك. أصلا دول كبيرة ومهمة تعمل على تخفيض الدولار. الدولار القوي مش معنى الدينار القوي مش معناته كويس. الدينار القوي معناته بضاعتك غالية، ومعناته عندك غلاء وعندك تضخم وكل مرافق غالية والسياحة ما بتجي عندك. الدول تشتغل لتخفيض دولارها أو عملتها لكي تستقطب استثمارات، لكي تستقطب زوار، لكي تنتج منتجات تنافسية. لما يكون سعر الدينار قوي منتجاتك غالية غير قابلة للتنافسية. يعني بتألم انه شخص مسؤول يقول لك دينارنا قوي ما في مشكلة على الاقتصاد. ملوش علاقة الدينار بالاقتصاد، ملوش علاقة نهائية. هو عمل التبادل، هو عمل قياس، هو مش اقتصاد. الاقتصاد شيء آخر. يعني مع الأسف هذه نقطة. أنا بفهم إنه المسؤولين واجبهم ما يخوفوا الناس من الأزمة، ولكن أنا بخاف من شيء أكبر من هيك. رئيس وزراء أيرلندا سجن لأنه لم يصدق شعبه بالوضع الاقتصادي. ما سرق، ما ارتشى، ما عمل أي مخالفة، ما كان صادق. بس ما كان صادق بأن يبلغ شعبه قديش الوضع سيء. كم واحد الناس جنبنا. شكرا يا ستي. الآن نفتح الباب لبعض الأسئلة، رجاء فقط نأخذ الأسماء أولا ثم نختصر في الحديث. بس بدي أقول بيت شعر حلو. على التواصل الاجتماعي في واحد من اللي بينتقدوني كتب بيتين شعر كتير حلوين، وأنا طبعتهم وعلقتهم في مكتبي. علقتهم في مكتبي. بيقول: حبيبتي لم تعد تطيقني، وأصبح الحب بيننا استحالة، كأنني أنا العطلة وهي طلال أبو غزالة. جميل. هذا شعر مفيد. أنا الأخر وهي طلال أبو غزالة. عم تكرهني أثم طلال أبو غزالة بكره العطل. فهذه يعني فيها إبداع. جميل. دكتور سامي. أول شيء بدنا نشكر الدكتور طلال الغزالي اللي دائماً نستمتع بكلامه الحلو عن الوضع الاجتماعي. أنا الدكتور حابب أسأل سؤال بشقين. الشق الأول بتصير قبل شوي له علاقة بالدين بتاع الأردن، له علاقة بالنمو اللي عندنا حاليا. سؤال سيدي على الدين وعلى النمو. بدنا نصير قبل شوي
اللي هو وين وصل نسبة الدين العام، وقلنا أن الدين صار حوالي 3% لناس القومي، بينما في دول ثانية هذا الرقم، بس يمكن نمو عندهم نمو عالي تطمن أكثر. بس أنت بتقدر دكتور يعني كيف ممكن نقدر نحسن من سوء النمو؟ وأنت بتعرف أن إحنا كنا من حكومات سابقة وكنا نتوقع ونتأمل أن يكون النمو عندنا 4 و5 السنة هاي اللي إحنا فيها 2019 2020، بينما النمو حاليا ما بوصل 1.9 أقل من 2%. هاي النقطة. النقطة الثانية كيف أنت إحنا دائما أنا تعلمت منك كثير، تعلمت منك شيء الواحد ينظر للدنيا بإيجابية. احنا الوضع العام عندنا بالاردن هلا يعني اخر كم شهر الناس كلهم نظرات مسلبيه. انت كطلال ابوغزاله كيف يعني تحكي كلمتين هيك للشعب الاردني تحس انه يصيروا يطلعوا على الوضع اللي احنا فيه ناحيه ايجابيه ويحاولوا الوضع اللي احنا فيه لفرصه فرص للتحسين؟ الدين العام سببه العجز بالموازنه. احنا نمشي للسبب، وسبب العجز في الموازنه انخفاض الايرادات. واحنا دوله ما عندنا ايرادات حقيقيه الى حجم مهم الا الضرائب. المساعدات انا كل عمري بقول انا اشفق على الدوله اللي بتبني اقتصادها على المساعدات. يعني دوله مثل سوريا بغض النظر شو رايكم فيها عندها صفر دين عام. مفيش نعم. مش من هلا، من قبل ما يصير الحرب على سوريا. ما عندها دين. لذلك صار احنا وهلا بس ما عندها لا ما عندها. لا ما في ما عندها. انا بقول لك ما عندها بس على كل حال قد تكون معلوماتك اصلا. انا احترم رايك. انما بدي اقوله انه احنا معالجة الدين العام هي بزيادة الإنتاجية أي حفز الاقتصاد بحيث أن المؤسسات والشركات والأفراد تربح أكثر وتصير تدفع لنا ضرائب أكثر، وهذا ممكن، بس بده يكون هنالك خطة لهذا الموضوع. خطط الحكومات دائما مش انتقاد، أنا أكثر واحد يحب هذا البلد يعني مش أكثر منكم، بس أنا لست مختلف عنكم بحب هذا البلد. بس الصدق دائما سقراط كان يقول أحب بليتو كان يقول أنا أحب سقراط ولكني أحب الحقيقة أكثر. الحقيقة أنه ولا حكومة وضعت خطة اعتبرتها لتحفيز الاقتصاد، لأن الحكومات الله يعينها دائما مشكلتها أن تحل المشاكل الطارئة وأن تلبي الاحتياجات اليومية. هذا وضع البلد، وضع حكوماتنا كلها. نحن بحاجة إلى مشروع وطني. كيف نجعل كل واحد فينا يربح أكثر؟ مش نأخذ من كل واحد فينا أكثر، لا، نجعل كل واحد فينا العامل، الشركة، المؤسسات، المصانع، كل شيء، الجامعات، المدارس، كيف نستطيع أن نحقق تحفيز للاقتصاد لأربحية أكثر لتحصل ضرائب أكثر؟ ما فيش حل تاني. ولن تعطيك الدول مساعدات لا هنا الخليجية ولا غيرها، فيجب أن يكون هنالك يعني كل الدول بدنا نحفز الاقتصاد، بس ما شفتش إجراءات قدمت من أي حكومة، إجراءات مش كلام، مش مؤتمر للاقتراض، مش مؤتمر لطلب المساعدات، لا، هذا مش تحفيز للاقتصاد. إنما فيما يعود إلى هذا الموضوع، موضوع يحتاج إلى فريق عمل، يا ريت مجموعة، مش ضروري يكون من الدولة، مجموعة من الناس المؤمنين بهالبلد والمؤمنين بقدرات شعب ده، إنه كيف إحنا نصير ننتج أكثر ونحل مشكلة العجز ومشكلة الدين ومشكلة القروض. أنا بنظري ممكن، بس بدها قرار. توجهنا دائما كيف نحصل على ديون، كيف نحصل على مساعدات، وليس كيف ننمي الاقتصاد.
مهندس زور عوني عزم زور بقى. طلال سعادة دكتور طلال كل محيي والاحترام والمحبة. سيدي سعادتك مسموع محليا واقليميا ودوليا، وانا اشوفك على الميديا العالمية حتى في تلفزيونات امريكا ويؤخذ برأيك ويؤخذ بمسيرك. سيدي كيف تدخل الى نفق التنبؤات وخصوصا تنبؤ 2020 الذي ذكرت قبل قليل وذكر عالميا، ألا تخشى سيدي أن لا تتحقق هذه النبوءة وأن لا تفلس خمس دول وهكذا؟ ألا تخشى من الإحراج ومن أي شيء؟ أرجو أن لا تعتبر هذا سؤال مستفز، أرجوك يعني. السؤال الثاني سيدي، قوة أمريكا أحد مصادر قوة أمريكا هو الدولار، هل يمكن أن يسقط الدولار؟ متى وكيف؟ سيدي ذكرت نقطة الأخيرة، سيدي ذكرت أن هناك إمكانية لحرب عالمية ثالثة، ما هي طبيعة هذه الحرب وما هو السيناريو المتوقع؟ شكرا سيدي. شكرا أستاذي طلال الميدان، تشرفت أنني لك الفضل لك والفضل منك. أشكرك. لا يسعني في هذا المكان إلا أن أتقدم بجزيل الشكر على هذا الحوار الجيد، هذا الحوار الجيد، حوار ممتع وفي نفس الوقت له انطباع ليس جيدا على المستوى الشعبي وخاصة في مجال الإبراز وفي مجال العقل ومجال الصحة وغيرها، لكن هناك في الحوار أشياء جميلة وجيدة وخاصة في الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا وما تتمتع فيه المستقبل، فكان لي الشرف أن أكون عندكم موظفا، والآن اسمح لي أن أتطرق لبعض الأسئلة ذكرتها وأعلم عليها. أولاً كتبت في هذا المجال أنا شخصياً أكثر من مقالة في سنة 2008 و2009، وقلت في إحدى المقالات الأزمة المالية الأمريكية حتمية تاريخية للعقود من الزمن في مجلة الرأي عام 2008، يجب إعادة تصميم الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي، كما قلت للعرب أقلمة المال العربي بدلا من عولمته، هذا الحكي 2008-2009، ثم بحوالي 10-12 داعي لذكر كل هذه الأشياء، آخر مقالة في نيسان في مجلة الغرب قلت فيه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، سياسة الحكم الاقتصادي الواحد بزعامة الرأسمالية النيو ليبرالية التي أدت إلى أزمات اقتصادية متلاحقة منذ الأزمة عام 2008 والتي بدأت شرارتها في نهاية 2006 على الرهون العقاري. من الأسئلة، الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول الرئيس موظف في أمريكا، الرئيس الأمريكي ليس موظفا، اسمح لي أستاذي طلال، ليس موظفا في أمريكا، الرئيس الأمريكي حسب مجلة الإيكونومست من 2013 أن أمريكا محكومة من ثلاثة إمز، ماني كابيتال دولار، اثنين ميديا الصهيونية الماسونية العالمية وهذا معروف جيدا، ثالثا الميليتري مانيفاكتشرينج
بزنس. هذا ما يحكم الولايات المتحدة من يوم التأسيس إلى حد الآن، وليس الشعب الأمريكي. سادة ديب، يعني لأنه في عندنا غاز كثير، فإذا سمحت. أنا بس والله ولا عندي كثير بس. لا يعني. زمان ما شفته وعم قريت ما كتب. حبيت أنا. لا شكرا شكرا لك. شكرا شكرا. صعب شوي لأنه يعني في عندي 13 واحد بدهم يسأل. ف يعني أنا أقول إنه اللي ذكروا اسمح لي بنقطة بسيطة، تقول إن اللي ذكروا أستاذي أنت الأستاذ ذكر إنه الآدمة قد تشتعل في 2008. نعم. أنا اللي بقوله بالعكس أن الأزمة الآمالية ليس اليوم، بدأت من 1971 عندما أعلن نيكسون أعلن رفع الغطاء الذهب عن الدولار الأمريكي. 73 نعم. 73 بدأ التطبيق. 72 هو. 1971 نعم. أنا بقول لا، إن الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 هي عبارة عن أزمة عابرة كما حدث في دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات والدول الآسيوية في 1990، إنها أزمة تعود إلى طبيعة نهج نظام الرأسمالي بأكمله. لذلك استمرارية النهج في الأزمات الاقتصادية بدأ من 2001 واستمر إلى حد الآن، ولا أعتقد في العقدين القادمين أن الصين والولايات المتحدة أن تحل الأزمة، لأن الصين عندها ديون 170% من الجي دي بي والولايات المتحدة عندها ديون 117%، حتى تتوازن بين ما توازن بين الدين والإنتاج بحاجة إلى عقدين بوث ودم إلى عقدين. شكرا أستاذ أبي. شكرا دكتور غزالة ولجميع الحاضرين والمحاضرين. دكتور طلال، أعجبني قول برنارد شو حينما قال أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك هي أن تستيقظ. تستيقظ. وأنت الخبير الاقتصادي العالمي، لكن قلبك على الوطن. أضع أسئلتي على مستوى وطني. لو طلبت منك أن ترسل رسائل أو برقيات قصيرة جدا إلى الجهات الأربع التالية، ماذا ستقول لهم؟ لنقابة المعلمين، وقد قلت لنا احتفلوا دون عطل وبالمحبة والحب ننتصر. ثانيا للشباب، وأنت الذي قلت التعب هو الطريق للنجاح والراحة، والمعاناة نعمة وليست نقمة. ثالثا للحكومة، وقد حذرت وتوقعت بسايكس بيكو جديد عالمي لتقسيم النفوذ العالمي بين القوى العظمى كمحورين، روسيا والصين من جهة وأمريكا وبريطانيا من جهة أخرى. وأيضا قلت لو كنا فشلنا لما تقاتل العالم علينا. وأخيرا للفريق الاقتصادي، ماذا أعددتم للأزمة المالية أو الاقتصادية العالمية القريبة جدا قبل أن تصل شظاياها إلينا وقبل أن يأخذنا الطوفان؟ شكرا. هل ننتظر الفرج والازدهار بعد حصول الأزمة، أم علينا أن نكون كالعذارى الحكيمات مملوءة مصابيحنا بالزيت؟ وهل لدينا مصابيح وزيت؟ شكرا. شكرا. ما تهربتش من الأسئلة. أنا لا أتنبأ، ولا عندي ابدا بحياتي قناعه بان هنالك تنبؤات. انا عصر الانبياء انتهى. توقعات. انا ادرس، انا تلميذ، انا اقرا يوميا، ادرس مش اقرا، الناس بيقولوا لا يتسلوا، انا اقرا لادرس يوميا اقل شيء 4 ساعات غير عن ما اقوم به من عمل. أنا أتابع من سنة 1985
عندما سمعت أن العالم متغير، وهذا السبب اللي أنا فتحت في الصين، حتى يعني سيدنا جلالة الملك سألني كيف حتى رحت الصين بالفترة السأل مبكرة، لأنه نبهت في بدي جلسة في 85 إلى أن الصين مهم. اليوم عندنا 6 مكاتب فيها، وأنا حصلت على وسام دعم العلاقات الصينية العربية وإلى آخره. نفخر بعلاقتنا مع الصين لمصلحتنا، لمصلحة وطننا. أنا لا أتنبأ، أنا أدرس وأحلل وأستنتج. عندما يقول مركز دراسات من الدرجة الأولى في أمريكا أن عندما تحدث الأزمة الاقتصادية ترامب has no choice but to manufacture a war. أنا I'm quoting. He said Trump will manufacture a war. And to manufacture a war كتير سهل. يعني عنده هلا سيارة مسيرة باختراع حرب، مش صواريخ ولا بوارج ولا طائرات ولا قوة نووية. اختراع الحرب سهل، ولكن هدف الحرب ربطته بعدة دراسات أخرى أعرفها، توصلت إلى أن الهدف الحرب ليس الانتصار بل الجلوس على الطاولة للمفاوضة. يمكن تنبؤاتي تطلع غلط، أتمنى ذلك وأسأل الله أن أكون مخطئا، ولكن أنا بقول إذا نبهني أخي قال لي دير بالك هاي الطوبة بدها توقع، أنا شايفها مش رح توقع، مع ذلك بزيح راسي، إذا وقعت بكون أنقذت حياتي لأني زحت راسي، أما إذا وقعت وأنا معند إنه ما في أزمة، مثل ما قال أحد المسؤولين أنا أختلف مع طلال أبو-غزالي ما في أزمة بالأردن. طيب أنت بتحب تعيش في دينايل وتقول إنه ما في أزمة، هذا مؤلم في نظري، لأنه إلى أن تقر إنه في أزمة لن تستطيع أن تعالج الأزمة، هي تبدأ بأن تعترف بأن هنالك مشكلة. إذا لم يحصل أبدا أنا ما بتألم، وبكون سعيد إنه ما يحصل التوقعات اللي أنا أتوقعها. أنا اختصار الوقت وتحديد احاول احصر حالي في خط ضيق، ما تطرقتش للامور الاخرى اللي هي العملاق. طبعا امريكا تحكم العالم بالنظام المالي اكثر مما تحكمه بالصواريخ والدبابات. طبعا هنالك اثر للميديا 3M تتكلم عنهم كلام صحيح، بس بالنهايه كله ينتج عنه اشياء تحللها مراكز الأبحاث، المخابرات، الدراسات الاستراتيجية لأخره، ويضعوها في قرار للرئيس. هذا اللي أنا قررته. أنا لم أقل أن القرار يتخذ من دون أن يكون له مصادر، إنما هنالك جهات تحلل وتأخذ هذه المعلومات وتوصل منها إلى جهة. فيما يخص سيدتي أنا موافق على كل اللي قلتي، ما عندي يعني ما أضيفه، كلامك كله صحيح. ما جاوبت لسه. ما جاوبت سبيل الدولار هل ممكن يسقط ومتى؟ مين؟ وسيناريو الحرب العالمية. لا ما هو أنا بعد كمان طويل، يعني هل سيسقط ترامب؟ الدولار. أشوف موضوع الدولار قصة كبيرة. الدولار إذا سقط سيصبح هنالك فوضى بالعالم لا حدود لها، مش من مصلحتي أن يسقط، ولا مصلحتك إحنا الفقراء، ولا مصلحة الأغنياء، ولا مصلحة الدول. البنوك مرتبطة في بعضها ارتباط عضوي، لذلك أنا ما سمعت عن بنك فلس من 50 سنة، يمكن آخر بنك فلس بنك أنترب. لا 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 ما تقوليش بنك بيفرضوا عليه عقوبات بيشتري بنك ثاني، هذا مش افلاس، هذا اسمه مرجر واكوزيشن. فيش بنك فلس وقال تعالوا يا مالكين الاسهم ويا موضوعين ما فيش لكم فلوس، راحت فلوسكم. لا ما حصل ولم يحصل، لان البنوك تنقذ بعضها لكي تستمر
هي ايضا لان هي مقترضه ومقرضه في نفس الوقت. هنالك عمله جاهزه في الصين متفقه عليها مع البريكس وتنادي بانه حان الزمان ليصبح هنالك عمله جديده للعالم ونظام مالي جديد. وانا اقول وانا متابع لحكم علاقتي مع الإليزي في فرنسا وما يحدث في فرنسا، المظاهرات التي حصلت في فرنسا وتحصل كل يوم سبت سببها ان ماكرون صرح انه حان الوقت لعمله جديده بدل الدولار. صدام حسين ضربت العراق لانه قال بدي ابيع النفط بعمله غير الدولار. القذافي نفس الوضع. كل من نادى وحاول ان يزحزح الدولار عن عرشه انتهى. لن يتم ذلك الا في الاجتماع الذي سيعقد لوضع نظام عالمي جديد. مثل ما حصل ان اصبح الدولار ملك العالم في بريتن وودز عام 1948 عندما يجتمع العملاقان الامريكي والصيني، سنصل الى نظام عالمي مالي جديد. اما هيك يوقع ليس من المصلحه لاحد. ابدا انا موصول لهكذا والله. شكرا سعادة الدكتور قسيس وحدك، انه كان نناقش مواضيع البلد فيما يخص في الاونه الاخيره طرح موضوع تعويم الدينار عشان هذه الصادرات كاي بلد لازم يكون عملتك معوضه مش مربوطه. هلا كاردن هل بتتحمل تعويم الدينار ولا راح تكون تجربته ناجحه زي مصر؟ ليش بدك تعومه؟ الدينار مربوط بالدولار 100%. الفكرة عشان نقدر نزيد من صادراتنا. هذا موضوع ثاني. أنا بقول لك أنت محافظ البنك المركزي مبسوط إنه الدولار قوي. استطيع ولا الدينار؟ استطيع خفضه بدون ما يعوم. أنا أقول أن الربط مع الدولار. الربط مع الدولار، الربط الكامل والتغطية الكاملة بالدولار هو مصلحة إلى أن يوجد نظام عالمي جديد. بس خلينا هو بيغطي على ضعف اقتصاد البلد. ما هو أنا قلت إنه قوة الدين في فهم عام إنه عملتنا قوية يعني شيء منيح. لا، الدول بتخفض عملتها لتصير تنافسية. احنا في موضوع انه الدولار العمله قويه مش معناتها انه منيحه. القوه ليست هي المطلوبه في حاله الاجراءات والقرارات الاقتصاديه. ما هي الاسباب التي ادت الى انهيار شركه توماس كوك؟ شو المشكلة بتوماس كوك؟ لا انه انهار. ايه مش شو دخلنا فيه؟ يتساءل. مش وين شركة كوداك؟ أهم شركة تصوير في العالم. صحيح. وين كل الشركات اللي كنا نعتبرها عمالقة؟ العالم انتقل إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على استعمال تقنية المعلومات والاتصالات. وانتهت مرحلة الصناعات اليدوية. سيدة نهى. مساء الخير. عمل في مجال التعليم، والشخص الثاني اللي شتم بعد أخو أنا لأنه دائما بعمل شير لأي بوست أو أي كومنت حضرتك بتحكيه، وكل الشتائم لإلك بالأول ولإلك طيب على طول، لأنه أنا مؤيدة بالمطلق للي حضرتك بتتفضل فيه دائما. شكرا. حقيقة سؤالي لجملة حضرتك حكيتها مؤخرا وهي أن المعلم محفز، فهل لكم أن تصف لنا بيئة التعليم الخصبة التي تخلق جيل متكئ؟ نحن نفتقد هذا الجيل، وحقيقة المحزن مع احترامي للجميع أن عنصر الشباب في هذا اللقاء ضعيف جدا باستثناء بعض الشباب. فكيف
أو ما هي الفكرة التي تشجع على الاتفاق؟ شكرا جزيلا. كل الشكر بالتقدير. سؤالي مختصر، الأردن إلى أي اقتصادية؟ إلى كل شبابي وشكرا. سهيل حتى تخصص في أسواق رأسمالية، أسواق نقدية، أسواق العملات الأجنبية بالأردن والسعودية والإمارات والكويت. سؤالي، لماذا يعتبر الدولار الأمريكي عملة رئيسية الأولى في العالم؟ وكيف يستطيع النظام الصيني أن ينافس الدولار، لا سيما أن 80% من التجارة العالمية فواتيرها تدفع بالدولار الأمريكي، 85% من فواتير النفط تدفع بالدولار الأمريكي، الاحتياطيات العالمية فوريك كرنسي ريزيرفز 90% هي بالدولار، ويعتبر الدولار انترفنشن كرنسي للجي 7 كونتريز أساس سبورت للأذر كرنسي. شكرا. حابة أسأل، هل برأيك أن الأزمة البيئية سوف تلعب دور بإعادة تنظيم ترتيب العالم؟ وبتحديد أزمة المياه بالمنطقة، هل ستلعب دور في السيطرة بقوة السيطرة الاقتصادية؟ شكرا. موضوع المعلمين موضوع كتير حساس دقيق، والغوص فيه يحتاج إلى وقت طويل، لأن هنالك وجهتين نظر وتنتين صحيحات. أنا أؤمن بأن المعلم لا يقل أهمية عن الطبيب، الطبيب بيعالج جسمي والمعلج والطبيب والأستاذ بيعالج عقلي، وأنا عندي عقلي أهم من جسمي. يعني في رأيي في نظرية في منظور أينشتاين، الجسم هو أداة طيعة للعقل، يعني الإنسان كله عقل ويسير جسمه، العقل هو الأساس. إحنا تركنا موضوع التعليم لفترة طويلة ما لم نعطيه اهتمام، وهذا أيضا تقصير من الحكومات السابقة ما في شك. وصلنا إلى مرحلة أن هنالك طالب يصل للتوجيه ولا يقرأ ولا يكتب، وصلنا إلى ظروف سيئة، وصلنا إلى معلمين أيضا سيئين. نحن المشكلة مشكلة كاملة ومتكاملة وتحتاج إلى حل مشترك. ما بنقدر نقول إنه بدنا معلم يؤدي دور يستحق كما يؤدي الطبيب اللي على بقعد معك 10 دقائق بياخد 25 دينار، وطبيب وأستاذ راتبه 170 أو 200 دينار بالشهر. مش صح، ما في شك. بس أيضاً مش صح أني أنا أعطيك راتب وأنت لا تصلح لأن تكون مش مؤهل، مش مخرج، مش مجهز لتكون أستاذ. فالعملية هي عملية إعادة بناء وإعادة هيكلة، هي مش قضية والله أنا بدي منه فلوس وهو بده مني فلوس خلينا نحل المشكلة، مش هيك. المشكلة تحتاج إلى نظرة وطنية، كيف نعالج مشكلة التعليم في هذا الوطن. القضية مش مشكلة معلمين ولا أزمة معلمين، أزمة تعليم. عندنا مشكلة وطنية أن تعليمنا هذا هو، تعليمنا ومدارسنا وأساتذتنا وطلابنا هكذا. المؤلم، أنا أتألم لأني أقاسي كثيرا من النظام التعليمي اللي لم يتغير ولم يتطور، حتى أن الدنيا كلها انتقلت إلى التعلم الرقمي، هنا لا نعترف بالتعلم الرقمي. بعدين بضغط، وأنا كنت يعني قد هذه العملية مع فريق من الجامعات، اعترف بأنه 25% مسموح أنك تتعلم رقميا. ليش 25؟ في بلد في الدنيا بيقول أنه حتى تنشئ جامعة لازم يكون عندك 140 دونم. طب أنا رحت على جامعة هارفارد ما شفتش وين الكامبس تبعها، تنزل من السيارة تقطع الشارع، ما فيش شارع، البناية على رصيف ومخلوطة بين هارفارد وام اي تي، تعرفش وين ام اي تي وين هارفارد.
تروح لشيكاغو، جامعة شيكاغو على الهايوي وما عندها حرم جامعي. احنا هنا شرط لإنشاء الجامعة 140 دونم. 100 قديش؟ 140 دونم. 140 دونم. بيروح حوالي 40% من موازنة الجامعات، وهذا أحد أسباب خسائرها. ثمن أرض. إن الدولة فارضة علي أخسر. أنا ما ببلوم الجامعات، بلوم النظام ومش الوزارات ولا الوزراء. النظام، نظام التعليم، قوانين التعليم، سياسات التعليم بدها تغيير. الحكومة مش هي المشكلة عندي في هذا الموضوع. المشكلة إنه إحنا وضعنا أنظمة التعليم بعصر الكتاب وما زلنا على نظام الكتاب. الحمد لله. هذا الموضوع يحتاج إلى حل. مشكلة المعلمين يحتاج إلى حل. مشكلة التعليم، التعليم بدي الآن في طالب بيجي على الصف بده يقول له امسك، بدك تقول له امسك الطبشوره واكتب، واكتب على اللوح. طب ما هو عمره 4 سنين عم بيكتب، بكتب باصبعه. لما بيستعمل الجهاز شو عم بيعمل هو؟ عم يكتب وعم يقرا. تيجي تقول له لا بدي تكتب لي الف الف باء طول باء، يعني الالف عليها عصايه وعليها همزه. هاي دهيك بدك تعلمني؟ ما انا تعلمت. المشكله مشكله نظامنا التعليمي وقوانيننا التعليمية جامد ما يزال. وأستنى وأنا هذا كله تعلمته من أستاذي أمين محمود اللي هو اللي هو يعني مرجع في التعليم. وإن شاء الله أنا أكون ما غلطت في ما قلت. أنا بتعلم منكم وبكل سرور بفتخر. إلى أين اقتصاديا؟ مش ما بنعرف. ليس هنالك رؤية اقتصادية للأردن. لم أطلع أنا على رؤية. خليني أقول لك، يمكن فيه بس أنا مش شايفها. ليس هنالك عندي اطلاع عن أي رؤية اقتصادية. التوقعات تبنى على أساس شو أنت بدك تعمل. أنا التوقعات مش إني والله أنا قررت كما قالت السيدة. أنا عندما تريد أن تحقق شيء بدك تعمله، بدك إذا تعمل بدك تستيقظ. أما توقعات من دون ما أكون أنا عارف شو برنامجي وشو رؤيتي، ما في. يعني التوقعات بتصير تنبؤات، وأنا مش صاحب نبؤات. المياه مشكلة، وفي مشكلة أصعب منها. أنا السنة الماضية في مهرجان الأولمبياد اللغة الإنجليزية قلت أننا هذه السنة بهذا الوقت، هذا قلته من سنة، ستثور الدنيا على موضوع المناخ، وهذه كارثة أكبر من الحرب العالمية اللي جاي. صحيح. إذا لم يعالج العالم ولن يعالج مشكلة المناخ خلال 10 سنوات من الآن، حياتنا كلنا وحياة الزرع والحيوان والسمك وكل شيء مهدد. والسبب أن هنالك، لما تتكلم عن 3M's، في أقوى من 3M's، المصانع الكبرى في العالم لا تريد بحث هذا الموضوع، لأن الطائرات اللي بتنفث الفساد في الهواء والمصانع و بدها توقف؟ ما بتوقف. فلذلك الرئيس ترامب في حملته الانتخابية وعد بعدم بحث. وحتى قال، وأنا مش عم بعتد عليه، قال علنا أن هذه كذبة. قصة التغير المناخي هي كذبة اخترعوها الصينيين. ما في شيء اسمه التلوث المناخي، لأنه بده أصوات الجماعات التي تعمل في الصناعة. فإذا نحن عندنا مشكلة المياه، منها المياه أيضا مشكلتها تتعلق بالانحسار المناخي، وطبعا الخلافات بين الدول على المناخ. مساء الخير. يعني أنا مش عارف خاطر أخي صديقي زميلي رفيقي معلمي أستاذي كله من طبعا. أنا تلميذك. لا بالعكس، أنت معلم الأول. أنا بدي أشد شوي عن الإخوان، لأن أنا بعرف مين الدكتور طلال أبو غزالي، وبعرف سمو أخلاقه، وبعرف
لما في يوم من الأيام عرضنا عليه التنافس في موضوع كبير، لن أتنافس مع صديقي فلان على هذا المنصب، وهاي خلتنا نحترمك أكثر ويزيد احترامنا لك. الآن هناك بحث في داخل هذه الدولة وفي داخل هذا المجتمع أن طلال أبو غزالة يمثل ظاهرة حقيقية لمستقبل ممكن يكون في جزء من الاعتماد عليه في المستقبل. هناك فريق فئة اللي بتحبك بتعرف ايش قدراتك، بنعرف انه انت تستطيع انك تصل الى هذا الموقع وتقوده بنجاح، ولكن الفئة اللي ما بتحبك هي بدها اياك توصل لهذا المنصب عشان يسقطوك. فيا سيدي، انا قدام الاخوان كلهم اقدم لك نصيحه، اذا عرضت عليك رئاسه الحكومه الاردنيه ان ترفض هذا الطلب. اولا هنالك سبب قانوني يمنعني ويلغي احتمال ان اكون مرشح. أن غيروا غيروا لا 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 ولا بغير ولا بجوز الدورة القادمة اجتماع عشان لا 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 لا. أنا بالسبب لنفس السبب اللي استقلت فيه من الأعيان المرة الأولى، تعارض المرة الأولى، المرة الأولى لا، المرة الأولى كانت على التجد جواز المرة هاي صدر تفسير من ديوان التشريع بأنه لا يجوز للوزير أو العضو مجلس الأعيان أو النواب أن يكون له تعاقدات مع الدولة مباشرة أو بالوساطة. أنا عندي تعاقدات مع الدولة لا حدود لها، يعني أنا حولت معتز بذلك مجلس الأعيان ليصبح مجلس دقي، طبقنا فيه استعمال تقنية المعلومات وصاروا الأعيان يستعملوا الأجهزة مجانا، بس هذا عقد، بموجب عقد قدمت خدمة مجانية. مراكز المعرفة اللي فاتحها في حوالي 100 مركز للتدريب كلها بموجب عقود، منها 40 في الجيش، 40 اتفاقية مع القوات المسلحة والأمنية لننشئ عندهم مراكز التدريب للتدريب على الكمبيوتر وغيره. هذا تعاقد، احنا بنشتغل للدولة تحويل ملفاتها لتصبح إلكترونية، هذا تعاقد. انا بدقق مؤسسات في الدولة، تعاقد. فاذا لا استطيع ان احترم نفسي اذا لم احترم القانون، واحنا تعلمنا من جلالة الملك مبدأ سيادة القانون، سيادة القانون فوق كل شيء. القانون بقول انت ممنوع، بقدم استقالتي وبقول شكرا أنك يا سيدي أكرمتني بأن وضعتني في هذا المكان. لهذا من ناحية القانونية. من ناحية تانية أنا لا أصلح الحكومة، أنا حياتي كلها في البزنس. بتقول لي بدي مؤسسة أعمل لها إعادة إصلاح، بعمل لك. بدك هيكلة بعمل لك، بدك تقرير دراسي بعمل لك، بدك خدمات مهنية بعمل لك، بدك أي شيء تستعد اختصاصي. ثالثاً أنا عندي مؤسسة استطاعت أن تصبح الأكبر في الدنيا في بعض المجالات، ومنها مجال الملكية الفكرية. وأنا بدأت هذا الشهر طموح جديد، أريد أن أصبح فيه الأكبر في العالم هذه المؤسسة، وهو تقنية الأجهزة، صناعة اللابتوبس والتابلتس. ما شايف سبب أبداً أن تكون سامسونج أو أبل أنا غير عنها. إذا كانت استطاعت أبل وسامسونج وغيرها أن تنتج وتصبح أكبر شركات الدنيا في إنتاج التابلتس واللابتوبس والموبايل، نستطيع. ليش ما أستطيع؟ فأنجزنا أول إنجاز الآن، واستطعنا. خليني أقول لك، لأنه أنا بهمني أن نعرف، ذكرت يعني كنالك في، أنا أريد أن أقول أن هنالك فضاء كبير لأن تبدع وتنتج رغم وضعنا السيء والصعب في بعض المجالات. من لوم حالنا؟ أنتجنا أجهزة أعلى تقنية ومواصفات
من أبل وسامسونج وغيرها، يعني أخذنا ما هو الأعلى في كل منها وزدنا عليه وأنتجناها في مصانعنا في الصين وبأسعار وبسعر 50%. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الشركات العالمية تضيف هامش ربح كبير بين 50% و60%. الجهاز اللي أنت بتشتريه بألف بكلف 400 أو 500 دولار فقط. وإلا في واحد يشرح لي كيف أبل صارت قيمتها 1 تريليون؟ ما عنده شيء إلا الأجهزة اللي بتبيعها. أبل بتبيع أجهزة، صحيح. صار قيمتها 1000 مليار من وين؟ مش من أرباح الأجهزة؟ هذا السبب الأول. نحن لا نريد أن نربح 50، بدي أنا أغطي تكلفتي. وبدي أقول وأنا أشكر يعني من بارك ووجه من أعلى المستويات، بارك التوجه بأنه إحنا أنشأنا أول مصنع عربي لصناعة الكمبيوتر. هذا المصنع الآن يستطيع أن ينتج بأعلى المواصفات، ايضا لان هنالك وارخص الاسعار، لانه عندنا طلال ابو غزالي فاونديشن اللي هي في خدمه المجتمع تستطيع ان تقدم جزء من دعمها للمجتمع في تخفيض السعر. بدانا بالاردن والان بدانا في الدول العربيه وسننتقل الى دول العالم، بل اكثر من هيك، في دوله كبرى وقعت معنا اتفاق لنصنع لها مصنع في بلدها. ما راحت لا لأبل ولا لسامسونج ولا للصين، ووقعنا معها والآن الترتيبات جارية لنقيم مصنع في دولة كبرى، روسيا. مهمة مهمة. سر سر نعلم الخبر قريبا، نعلم الخبر قريبا بعد ما استأذن. احنا اريد ان اقول ان هنالك مجالات تستطيع ان تبدع فيها في اصعب الظروف. بعدين إن انت بظروف الازمه كل واحد بده يفكر بشو ارخص. اذا انا بجيب لك جهاز مثل ابل نص السعر مش ممكن تشتري، يعني بدها عقل. اضف الى ذلك اذا كان الحرب صارت او الطوبه وقعت، وان شاء الله ما توقع، اذا الطوبه وقعت بحر الصين سيقفل وأبل لن تستطيع أن تنتج. أنا داخل في مشروع كبير جدا في تكسير روس، مش أهبل أنا. هنالك مؤسسات عالمية كبرى ما بناسبها أن ينزل واحد طلال أبو غزالي يبيع منتجها بنفس المواصفات بنص السعر. فماذا حصل؟ وكنت أتوقع، مش أنه فشئت فيه، إحدى الشركات اشترت جهازنا وباعته بنصف السعر. شركة أخرى نزلت سعر منتجاتها إلى سعرنا وأصبحت موجودة في السوق. إنه إحنا بنقدر نعمله هذا الشيء تاريخياً معروف اللي بيسمى دمبينج. الشركات عندما تريد أن تحارب جهة تجارية منافسة تعمل دمبينج، بتنزل أسعارها للأرض وبتخسر لسنه لتتفلس عشان تضرب الشركه. بقول لك بضرب الشركه وبفلسها بطلعها من السوق لاني انا قادر اخفض اسعاري. هذا متوقعينه. انا في حرب ومستعد ان احارب. بدك يعني اترك هاي الحرب واقعد رئيس وزراء؟ هاي حرب. انا عندي حربي. كل واحد عنده ميدانه، عنده ميدانه. فانا بالنسبه لي سيدي لا استطيع ولا اصلح، والله لا اصلح، والله انا افشل رئيس وزراء في الدنيا لو كنت لو طرح علي هذا الموضوع. وما اظن انا ابدا انه يوم من الايام يطرح علي هذا الموضوع. شكرا يا سيدي، بس طولت احتراما لك. لا تفضل سؤال اخير لو سمحت. انا بدي احيي صديقي انا معالي الوزير الهرسي انه كرمني بوجوده. ونحن نحييه دائما. عملنا معك ونعرف خلقك وكفاءتك صحيح وقدرتك. يا ريت كل الوزراء زينا. احنا دائما بتحفنا الاستاذ سامي. فقط اريد ان اكون انه شرف لنا ان تكون الان بيننا في نادي الأرثوذكس. نعم هذا شرف كبير لنا. اريد منك كلمه لابنائنا للشباب. الشباب اليوم محبط،
نحن نقوم بتدريسهم دراسة جامعية ومن ثم إكمال دراساتهم حتى الماستر. وهناك من أبنائنا يرضون أن يعملوا في مؤسسات كبيرة وبلا راتب. ماذا نقول لهم؟ هناك ديون على الدولة يجب أن تدفعها للمؤسسات هذه الكبيرة لأنها عملت في يوم من الأيام. لها عليها أن تقوم بدفع جميع المستحقات لهذه المؤسسات حتى لا تنهار. ماذا نقول لأبنائنا الذين درسوا وتعلموا ويعملون الآن في هذه المؤسسات الكبيرة والضخمة ويصابون بالإحباط؟ شكرا. بس أنا الاحترام إلا أجاوب كمان. بدي أجاوب. شو بيصير فيه؟ السلطة. ما تزعلوا مني. كلكم أكبر مني وأهم مني. أنا مشكلتي أنتوا وأنا وجيلنا. أنا الشباب مش خايف عليهم. الأطفال يعيشوا في عصر عندهم قدرة على أن يدركوا ما هو الصح والغلط أكثر مني. الأطفال متفوقين علينا في كل شيء. الأطفال متاح لهم معرفة ليست متاحة ولم تكن متاحة لنا. أنا ثقتي بالمستقبل هي لأني ثقتي بالأطفال بشبابنا. أنا عندي 4 أولاد و9 أحفاد. 4 من الأحفاد تخرجوا. رأيت كيف عملية التفوق مع مرور الزمن. الطالب الذي يتخرج اليوم مش من مؤسسات فاشلة، من مؤسسات مع الأسف بديش أسمي ولا أميز، ولكن من يتاح له تعليم جيد أو يتاح له التواصل الرقمي الجيد، الطفل بجهازه وبحريته. أرجوكم ما حدا يحكي عن إدمان استعمال الإنترنت والتليفونات. أحلى إدمان، أحلى إدمان. لا تردوا على أحدا لأنه يعيش في عالم المعرفة ويتعلم، لأنه ما بيجد هذا العلم بالصف. عندما يأتي إلى الصف أستاذه بده يحكي له عن اللي كان في الكتاب من قبل 50 سنة واللي هو لم يعد له وجود. فأنا مش خايف على مستقبل الشباب، لأنه في عصر المعرفة أتيح لهم ما لم يتاح لي وهم أحسن مني. وأنا بشوفهم الأطفال وبشوف محبتهم إلي. هذول الشباب الصغار بحبوني كثير لأنه بيتابعوني وبيعرفوا الحقيقة اللي بحكيها، بيعرفوا شو أنا وشو عم بعمل، بعمل لهم ولي ولوطن. ذكرها أستاذ الكبير طلال أبو غزالي، أصبح ما كنت أعلق به لا يلائم الجو السائد في هذا المحور. نريد أن نلقي على هذا الجو الذي أثاره الأستاذ طلال، وشكرا. شكرا لك. مساء الخير جميعا، وكل الاحترام والتقدير للدكتور طلال أبو غزالي أعطانا الفرصة للحوار. دكتور أنا عندي بس سؤال واحد، كون الحكومة عجلت وضع الاقتصاد في الأردن أو الأزمة الاقتصادية إحنا حاليا واصلينها أتوقع هي درجة عالية جدا، هل يوم الأيام الحكومة فكرت إنها تقوم بالحوار مع خبراء اقتصاديين لهم بصمة فعلية وليس شهادات على الحيطان، لهم بصمة فعلية إنه يحاوروهم بأي خطة أو مشروع ضخمة أو خطة اقتصادية فعلية للنجاة من هذه الأزمة، أو إنه الحكومة فقط تعتمد على آراء داخلية بين بعضها وما بترجعوا لخبراء اقتصاديين دام زي حضرتك مثلا زي ما عليك شخصك كريم دكتور؟ أنت لما حكيت عن أزمة 2020 هل في حدا من الحكومة أخذ موضوع جدي ورجع الدكتور طلال أبو غزالي وطلب منه خطة اقتصادية مثلا؟ شكرا. والله أنا عرضت وما يمكن ما انقرأت. جلالة الملك الله يطول عمره ويعينه علينا أصدر أوامر بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأنا قلت هالكلام بحضور، مشان بحكي سر، بحضور الوزراء المعنيين بالقطاع الخاص يعني المالية والاقتصاد والتجارة وغيرهم. قلت مع الأسف عندما أخذت الحكومة التوصية الملكية تفسيرها لها كان
إنها أنشأت مجلس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعينت له رئيساً من الحكومة، وعينت له أعضاءً من الحكومة، ووضعت له برنامج حكومي شو مطلوب من القطاع الخاص بموجب قرارات الحكومة، وكأنها هيئة تنظيمية للقطاع الخاص وليست هيئة شراكة. أنت سؤالك في مكانه جدا، نحن بأمس حاجة لأن ينشأ شراكة حقيقية متساوية، وأنا قدمت اقتراح لرئيس الوزراء من أول شهر من تعيينه، وهو رجل صديق وعزيز وأحبه، بس يمكن اجتهاداته لم تتفق مع اجتهاداتي، أو هو عنده علم أنا لا أعلمه بأنه اللي أنا عم بحكيه مش صحيح. قلت له أرجوك أن تنشئ مؤسسة شراكة حقيقية بحيث ينشأ فورم من الطرفين وبرئاسة مشتركة، يعني رئيس الحكومة ورئيس غرفة التجارة مثلا، وعضوية مشتركة، وتبحث كل قطاع لوحده، قطاع المعلمين يرأس وزير التعليم ومعه نقيب المعلمين ومسؤولين من القطاعين ويحلوا مشاكل التعليم. وقدمنا هذا الاقتراح، وهي أخي فادي الداود عم بهز براسه لأنه هو اللي قدم هذا الاقتراح. قدمنا هذا الاقتراح إلى معالي إلى دولة الرئيس، وقلنا له يا سيدي نحن بتصرفك بأن نستضيف هذه اللقاءات وأن نكون سكرتاريا لها وأن نقدم كل الدعم لها، لأن القطاع الخاص هو صانع الثروة وهو صانع المعرفة، القطاع الحكومي دوره تنظيمي ما بيصنع اقتصاد. الدولة مش دولة إنتاج إلا في الدول الاشتراكية اللي بقى انتهى. الإنتاج هو القطاع، احكي مع صاحب الإنتاج شو مشاكله وهو يقول لك شو مشاكله معك، وأوصل إلى نتائج لكل قطاع. وقسمنا القطاعات وقدمنا مشروع متكامل، لم نسمع ردا، وبالتالي أنا اللهم إني بلغت. نعتز في الختام ونفتخر بهذا اللقاء وبهذا العالم الجليل والإنسان المخلص للتوقعات، نفتخر بك ونعتز يا دكتور طلال، ونشكرك شكرا جزيلا لما أتحفتنا به من حديث المحور. كما نتقدم منكم جميعا وافر الشكر والتقدير.